بس بعرف يا ربيح بس ولا كلمه احسن مين ايه عارفين انتوا ايه بس هات ورقك واعمل لك ظبط هات ورقك انتوا ايه واحد اثنين ليدي ليدي بواحد ماشي انا خلاص شو شي يعني ماشي ماشي انا ما خلص ماشي مين زعلك يا فندم؟ روح يا حي روح خلص روح علي السيارة سيارة لك ايه؟ ايه نعم الي ايه قعد علي ما توخذني ولا شو زعلان؟ ما زعلان انا زعلان باين علي زعلان؟ ايه انا خلص بطلت الزعل ومع مين عم تحكي لك ايه؟ عم بحكي مع حالي لا يا فندم اللي بيحكي مع حاله بيكون مجنون ما ايه؟ بعيد الشر عنك يا فندم انا مجنون لا يا افندي كل عمرك بتفهم وعقلك كبير وحياتك انا ما بفهم حشيك يا افندي لك شو حشيك شو عم ترفضني عندها بكره عم بقول لك انا ما بفهم بدك شيء بعد؟ انا لا لكن شو؟ مو مرس لك على النقطة لتصدق اني انا مش طبيعي؟ لا بس كل جنون وله سبب، دخلك شو السبب اللي؟ ما في سبب يعني بس انا عايش بالدين ومجوز اثنين عايش بالدين ومجوز اثنين وبهالايام كمان بس ما بتفهم عم بقول لك مجنون على كل حال ما تزعل يا افندي انا عندي شخص صاحبي صار معه مثل ما صاير معك هلا واضطر يتجوز اثنين شرفه وبعده طيب بعده طيب ورجعوا له عقليته والاحسن من هيك صارت صحته مثل الحديد بس عن جد؟ ايه شو عمل شو عمل؟ راح عند دكتور نفساني اوعي له شوف وبصححه باربع خمس زيارات اربع خمس زيارات؟ صححه باربع خمس زيارات؟ ايه ايه بشرفك؟ ايه طيب ليك بتعرف هيدا عنوان صاحبك؟ وبعرف عنوان الدكتور النفساني كمان ولك اعطيني اياه ببوس ايدك بتعرف طلعت القبضاي؟ طلعت القبضاي؟ ايه ايه بعرفه وشها شو فيه؟ في مفرق الجبين بعدين نزلت الجعيدة ايها اول النزلة في بنية اول طابق هونيك بصير بشرفك؟ ايه ممنونك يا افندي قولك انا مش افندي يا افندي لكن انت شو؟ قولك انا صاحبك فؤاد فؤاد؟ مين فؤاد صاحبي؟ ايه ما مذكرك لك هي زوجة وحدة بتجني كيف لا يكونوا اثنين؟ الله يكون بعونك نور ولو صباح النور صباح دلال مين دلال؟ ولو ليش مغيرة هالقد يا دلال؟ أنا ما اسمي دلال، اسمي منى. حتى اسمي غيرتيه كمان؟ حضرتك بتعرفني؟ ولو على معقول، معقول ما أعرفك وبنص الشارع وقف واحكي معي؟ شو بدك؟ من وين بتعرفني؟ يعني كنت بزمانك من كنت تشتغلي بمعمل صابون عند 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 مسيو أسود؟ لا، أنا بشتغل سكرتيرة عند مسيو طحينة. مسيو طحينة؟ إيه مضبوط. مسيو طحينة كان بزمانه صاحب معمل الصابون، هو.
ما هلا عم بتقول مسيو اسود؟ هلا بكون غير اسمه شو فيها يعني؟ ما كل الناس بلاقيها معجبه باسمين ووشين. بغير اسمه من اسود لطحينه؟ ايه هلا واحد عنده معمل صابون عرفتي كيف؟ يعني ما بينظف اسمه اذا كان مش احمر؟ عن اذنك يا سلام. اوكي لكن هلا خليك اذا عدتي شفتيه سلمي لي عليه. ومين بقول له؟ قولي له بسلم عليك ابراهيم خيو لابراهيم. حضرتك اسمك ابراهيم وخيك اسمه ابراهيم؟ وخي الثالث اسمه ابراهيم. كلكم اسمكم ابراهيم؟ لا خيي الكبير اسمه شريف بس امي دائما بتضلع بتعيط له برهوم. ايه بخاطرك. الله معك. لك الله معك يا حلوه. مش معقول شو حلوه هالبنت. بس مغيره كثير. لا 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 لا. لك نسينا نسالها وين عن وين الدكتور؟ بكون بالبنية. مين؟ زبون. اخذ موعد؟ لا تفضل. مرحبا دكتور. اهلا حضرتك الدكتور. شو مربي بسينات بالعياده دكتور؟ لا يا ابني لا، قصدي اقول لك انه انا اسمي الدكتور بسايكو. حضرتك الدكتور تشرفنا دكتور. بس لا يا ابني لا، مش بس بس بسايكو. اسمك الدكتور بسايكو؟ نعم اسمك دكتور بسايكو. من وين سمع باسمك؟ سامع باسمك بس وين وين؟ لازم تكون سامع فيه لاني انا مشهور كثير. انت مش بسايكو؟ هلا تذكرت. دخلك انت هيتشكوك بزمانه ما عمل لك فيلم؟ صعبت وقتها اسمه اسم فيلمه على اسمي انا. نعم نعم. ولكن انا مسكت رفعت عليه قضيه. والله؟ وان شاء الله حبسته لهيتشكوك؟ لا ما حبست، بس ربحت القضيه واخذت عطله ضرر. وقديش طلع لك؟ تيكت سينما لحضرت الفيلم. تيكت سينما؟ ان شاء الله كان بالكون مش صالي. مش متذكر وقتها لانه بتعرف القصه قديمه كثير. هلا مش مهم. نعم نعم. في اعرف شو القصد من زيارتك لالي؟ بتقول لحدا انا مريض دكتور. مريض؟ وشو عم بيصير لك؟ يعني ما في شيء مهم عرفت كيف؟ يعني قصه بتحصل باحسن العائلات عادة. اوكي. فينا نبلش؟ نعم فينا نبلش تحت امرك. تفضل تلقح. تلقح؟ انا ملقح اكيد. أنا بتذكر بطفولتي يعني ملقح بالجدرة والحصن. بس الله يقصف عمره خالتي، الله يقصف عمره، نسي تلقحنا ضد الزواج. لا يا ابني يعني تلقح اتمدد على التخت هون. لا لا دخي وهو هتقول هالكلمة؟ ما أنا جاي مشان هيك، ما أنا معقد من التخت. طيب وكيف بدك عالجك يعني؟ على الواقف على الواقف. ما بيصير يا ابني ما بيصير، لازم تتلقح على التخت هون وتحكي لي قصتك من وقت اللي كنت طفل لساعة ما فكرت إنك تجي لعندي. بس طفولتي بتبهدل انا مش ضروري حكيم. طبعا ضروري يا ابني طبعا ضروري. وبتحكي لي قريتك تقعد اوصف لك العلاج. عادي حكيم بس ما تعيط علي بتعرف، لانه انا اول مره بحياتي انا بجي فيها عند دكتور نفساني. اول مره وهيدي اول مره انا بستقبل فيها مريض مش طبيعي. تفضل. انا مش طبيعي مبين علي مش طبيعي يا ابني. طبعا مش طبيعي طبعا. تفضل تلقح وخلصني عندي شغل. مش طبيعي ما عندكم شيء لطحاف بلكي واحد برد. ايه حكيم ما عندكم شيء يا ابني خلصني بقى احكي لي قصتك. ما بتتعلق يا حكيم شوي رقبتي طكت. منيحة هي؟ هي حكيم بدك تقول يعني انا من جمعتين كنت طبيعي وحياتك طبيعي طبيعي بالمية مية ما بني شيء. انا من جمعتين فجأة لقيت حالي مجوز اثنين. من شو حكيم من شو؟ مجوز شو؟ مجوز اثنين هلا ونادي. والزوجتين وينهم هلا؟ عايشين معي بالبيت مع بعضهم؟ نعم نعم. من يوم ما بلشت حس حالي صرت اتغير انا. حسيت انه صرت اتغير منيح. صرت اصغر 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 لصرت بهالطول. من شو حكيم؟ حكيم؟ حكيم انا المفروض ابكي، انت ليش عم تبكي؟ ليش عم تبكي؟ مجوز اثنين ومع بعضهم؟ نعم نعم. شو لازم نعمل؟ حكيم قل لي شو لازم اعمل حكيم؟ لا انت مجوز اثنين
وانا مش ملاقي وحده يتجوزك. ليه 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 حكيم؟ لا 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 الله يدلنا عليك على القصة. حكيم مالش طول بالك يا حبيب، طول بالك. ليش عم تبكي انت؟ روق يا حبيب روق. تعا تعا روق روق. اقعد 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 شوي. اقعد هون اقعد. مالش تبكي، مالش تبكي، خلص روق روق يا حكيم. حكيم مالش روق، كله بتضبط. شو صار معك انت؟ شو صار معك؟ كيف قصتك فعلا؟ ما بعرف والله يا حكيم، ما بعرف. أنا بحياتي حبيت ثلاثة. ثلاثة مع بعض وتجوزتهم؟ لا ما تجوزتهم، هربوا. ثلاثة هربوا؟ كيف شو كيف صارت القصة؟ يعني قصة شو أول وحدة؟ أول وحدة حكيم كنت بس تنقطع الكهرباء نقزها. ونقزتها مرة ونقزت على طول وهربت وما عرفت رجعت. نقزتها؟ شو نقزتها؟ عم بمزح معها حكيم. آه بتمزح. إيه. والتاني والتاني؟ والتاني كنت واقفة مرة تحت البلكون كبيت عليها تانكة الزريعة من فوق. وأكيد هيدي زعلت وهربت. لا حكيم ماتي. موتن حكيم موتن؟ ما بيلقوا مزح حكيم. ما بيلقوا مزح. طيب وقف عمرك إذا بتحكي لي على التالتة حتعقدني من الوصف. ما أنا جاي معقد من عندك، ما تعقدني بقى. فهمت؟ حكيم وحياتك ما عيلت ولا بنت حكيت معي ولا قبلت تتجوزني. من شو قولك حكيم؟ من شو؟ بدك تكون قلت لهم انك انت دكتور نفساني. خوفتهم؟ خوفتهم؟ لا 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 حكيم لا وحيد. بس انا يمكن ما عندي حظ مع الستات. بس شو بدي اعمل حكيم؟ شو بدي اعمل؟ شوف قصتك صعبة كثير حكيم، بتعرف؟ شوف لك شي دكتور نفساني. بيساعدني قولك؟ والله اذا الله بيبليك مثل ما الله بلاني يعني اكيد بفتكر ما بيساعدني. على كل حال شوف انت شانزك يعني، شوف لك شي دكتور نفساني واتكل على الله. ممنونك حكيم. الله يصف عمرك. ممنونك حكيم. قديش بتريد حكيم؟ نعم قديش بتريد؟ انت حتدفع لي؟ اه طبعا. والله بناخذ شي 250 منك بس حتى نكسبك زبون يعني. ما بقى تمزح مع البنات. مسحك معهم ما منيح. ما بقى تمزح معهم. هي نصيحة. ممنونك حكيم. وامتين الزيارة الثانية؟ يعني جمعة شي مثل اليوم بدك تقول. روح الله. ممنونك. بأمر عيونك. ممنونك. ليه؟ انا الافندي مش الحكيم. ولو في فرق بين الاصحاب يا حكيم. مش معقول. لا المجوز راضي ولا العزابي راضي. خلوا اللي بيشوفوا مصيبه غيره ساعتها بتكون عم ينسي. غيره كنا بوحدة وصاروا اتنين معطر يا جوز التنتين. لا مين اقدي ولا ميدين ومشحر يا جوز التنتين. شحر يا جوز يا ابن جوزي. شحر جوز التنتين. ايه شو حصلت عليك؟ شو مخطر؟ كلمك بدك تخلص من بينية ومنها. خالت عالية؟ يا عيون خيرتك عالية. دايخة دخلك من شو الست هيك نفسها بتضلها بتقلب؟ ليه قولك؟ بتكون اخدي برد. بس برد؟ ايه يا سندي بس برد. فوتي تقبريني على المطبخ اعملي فنجان زهورات بتصف. بس انا امي قالت لي يمكن من غير شيء. تقبريني روحي قولي لها لامك تعلمك غير شيء، لانه هالحركات صارت قديمه ومكشوفه على اللي بتفهم بامور الدنيا. طيب رح فوت اعمل فنجان زهورات مثل ما قلتي لي. ايه روحي يا عيوني. روحي يا راجل. يا مصيرتك يا ابن جوزي من وين يا حضرتك؟ ما زال كل يوم بنام يا على الكرسي يا على الكنبيه. ايه معطر يا جوزي التلتة. دخلكم دخلكم. ايه هيك قاعدة وتطلع فيه يا عمي؟ ايه ما ايه كل شيء من ايدك وتصليلي بالدكتور. بدي اعرف من شو. يا عيني يا عيني. بروح العاشي بيجي المشتاق. شو في انت كمان؟ شريح لي شريح لي الحبل. خالتي الله يخليك تصليلي بالدكتور. تصليلي لانه نفسي. لا 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 انا مش طبيعيه يا عمي. شو بسمي دخلك؟ شو بسمي؟ بسميه صفايره لانه بي شرطي سين. ولا بسميه سير؟ لا لا بسميه مرق. بتعرفي مثل بيو كيف شرطي سير بمري وهذا الصبي هيك ما بشوفه الا عم يمري. يا حبيبي اتصلي لي بالحكيم الله يخليكي. روحي فوتي على اوضتك وشيلي هالمخده اللي حطيتيها على بطنك. روحي. مخده؟ قالت لي مخده يا حبيبتي حامل. دخلك عنا قوايل المغلي.
عني؟ أهلا كتير كتير عني. مزاهر وما مزاهر، بركة شكيت ما شكيتها، بدي ردع كل أربع ساعات. كل أربع ساعات بدي ولا كل ساعتين. شو رأيك أنت كل ساعتين؟ آه قاعدين قاعدين، مسكيني شوي قاعدين. عمهلك تقبريني، عمهلك يا سردي، أوعك عمهلك. قال له قداش صار لك بالقصر؟ قال له امبارح العصر. وحلك تصيري حامل؟ لك يا عم مش عم كذب عليك، عم تبليك، عم قلك اخ دخلكم ما فيه. قومي اتصلي بالحكي، قومي اتصلي بالحكي، اتصلي بدكتور اسنان. لا لا دكتور نسائي. ايه لان درسي عم يجعني مع الدعاري درسي ولا. قومي اتصلي، قومي روحي فوتي على اوضتك وشيلي هالمخده اللي دحشتيها تحت الفستان. مش مبين انه مخده؟ يا عمي قومي اتصلي على المخده، عم قلك حامل. وحضرتك من مين حامل؟ يا مشحرة أنا قال من مين حامل؟ من ابن جوزك يا حبيبتي، من ابن جوزك. من مين بده يكون حامل؟ من ابن جوزي؟ ولك الله يساعد ابن جوزي، ما هو كل ليلة المعطر بينام قدامي هون على الكنباية وأنت عم تتمتع بالخبز. شو عم تحكي؟ إيش وناسية إنه تارك صورته والأوضة؟ آه من الصورة؟ إيه من الصورة. ما ثبت علمياً إنه الصور إلى أكبر تأثير. ولك انت راح تجننيني، كيف من الصورة والصورة المعلقة بأوضتك بالحيط نصية؟ شو عم تحكي؟ نصية؟ بتريدي فرجك اياها؟ لا خلص لا تفرجيني شيء، او خي ما اجت ببالي نصية، نصية حلو الورد جاي كارت بوستال كمان. طيب طيب ما ضبطت، ما ضبطت، خلص ولا يهمك، لا بقى تتصلي بالدكتور. آه بس بدي مش مبسوط. يدل يدل عليك وعلى وقعتك يا ابن جوزي، هدي إن كان فيك تهدي هدي. ولك خي بتستاهل، إذا كنت ما عملت فيي إجاني مين ينتقم لي منك وشوف عذابك بعيني. معطر يا جوزي التنتين، مش عطر يا جوزي التنتين. يبقى أنا تعبان. نعم. كأنه ما في غيرك بهالكراكون، ما بشوفك إلا فايد ظاهر. نعم شو في؟ سيدنا إذا عم بزعجك بطل فوت. لا تفضل بالعكس، لكن بعدك من هلأ لشهر راح بدل كل هالتأم القديم يلي بالكراكون. لا يا سيدنا، لأنه بصراحة هالكراكون بوجودك ووجود إبراهيم أفندي وأمثاله ما عاد اسمه كراكون، صار اسمه زكيت السلطان. بأمرك سيدنا، بس سمحوا لي معدلك سيدنا، بس بدك تستغنى عن خدماتي بقدم استقالتي. المهم هلا نعم شو في؟ سيدنا في شخص برا قال لي اسمه وبده يفوت. هيك لكن، وشو اسمه؟ اسمه سيدنا ما انت بهالمحاضرة برمت لي راسي ونسيت اسمه. اتفضل اساله شو اسمه ورجع. ايه سيدنا تذكرت اسمه. اسمه المحامي عدلي وجاي من شنشي مهم. وينه؟ خليه يتفضل بسرعة. حاضر. إن شاء الله تكون انحلت قصة وردة الست نادية، بركة بتحلحل قصتنا. تفضل تفضل استاذ. أهلا أهلا وسهلا بحضرة المحامي النشيط. أهلا. منين النشاط يا حضرة البشاويش؟ العمر عم يتقدم والصحة عم تتأخر. تفضل تفضل. عادل أفندي فنجان قهوة لحضرة الأستاذ المحامي. حاضر سيدنا. إيه أستاذ عادل، أنت وصلت من السفر؟ امبارح بالليل. والست نادية عرفت انك جيت؟ اتصلت فيها بالتليفون ما ردت، قلت بمرق عليك اكيد بتعرف عنها شيء. بعرف عنها شيء، بعرف عنها اشياء كثيرة. المهم شو عملتوا بموضوع الوردي؟ اطمن، عدلي عمره ما فشل بقضية، الوردي كلها صارت من حق نادية والوراق معي. معك؟ طبعا معي، لكن ما بسلمهم الا إلها بايدها، ما تزعل مني. عال عال عال، يعني انحلت قصة بنتي. شو عم تقول؟ لا 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 ماشي ماشي يا استاذ عدلي، تفضل معي. ما على علم عزمتني على قهوة. رح نشربها مع الست نادية شخصيا. تفضل. عادل افندي، عادل افندي. سيدنا ما تقلي كيف جيت، انت عيطت لي. تبعت حدا من الشباب ورا ابراهيم افندي على النقطة، خليه يقول له لقينا على بيته ضروري جدا. سيدنا بلا وبلا مشاكل وعبوك. لا في شيء بينك وبينه؟ سيدنا كل ما شافني بيتدين مني 100 ليرة، وكل شهر بيقول لي هالشهر، أنا فزعان ياكلهم علي مثل ما أكلهم عبده أفندي. اسمع مني،
ما بقى تزعلوا مشان المصاري، لأنه خلال 24 ساعة رح يصير اسمه المليونير إبراهيم أفندي. أستاذ عدلي مليونير؟ شو قولكم لأن جوزوا بنته؟ رح يكتب له كل أملاكه باسمه؟ أنا صغيري أنا صغيري أصم الإيدون أصم الإيدون أنا صغيري. كيف زمانته؟ أكيد طلع بشي سيارة وما شفته. يعني خليني أكتب التقرير أحلى شي. شو بعمل؟ خرج صباحا وجلس على النقطة ثم ذهب وأكل من قوشة زعتر. زعتر ولا جبنة؟ والله زعتر. زعتر. ثم مرت فتاة تحرك شبيها وكانت ضربته. كانت ضربته. بعدها طلع عند الدكتور النفساني. أنا لحقته، أنا مسكر الباب بوجهي، مسكر الباب بوجهي وما عرفت شو حكيو، بس أكيد أكيد يا نادو بشرفي إنه حبك جننه. الأمضاء أو أو بيرو. مشتر مشتر لمين عم تكتب تقرير ضدي؟ أنا اعترف. أنا ما كنت عم بكتب شيء. تحت مكذوب؟ ليش اكلت التقرير؟ انا ما كنت عم بكتب. ان شاء الله بتغص بالاحرف يا رب. ولك يا عمي انا ما كنت عم بكتب التقرير، انا كنت عم بكتب مذكراتي اللي عم بالتقرير. مذكراتك؟ ايه مذكراتك. اعترف مين بعتك وراي حتى تراقبني؟ اكيد البشاويش، ما هيك؟ لا بحياتي انا على البشاويش بشرفي بطلت احكي معه من زمان، سنقفته وخلص. اذا ما في غير مرت البشاويش اعترف. ولا مرت البشاويش، خلص انا كل ما بحكي معه. اذا ما بقى في غير خالتي هي اللي مطبقتك وقالت لك روح راقبه وشوف شو عم يعمل وتعال قل لي. قول املاك برهم. شو بشرفك اذا قلت لك مين بتقول لي شيء؟ لا سامحك ما بقول لك شيء، بس اعترف قول لشو. اوكي كان في وحده تحبها كثير من زمان. بشرفك. ايه كانت تحبني لالي. ايه من زمان. ايه من امتى؟ من زمان يعني. يعني من زمان مش 10 سنين، 12 سنه. عرفت 12 سنه. وهي قالت لك اكتب عني تقرير؟ يعني هي مش قالت لي شو اسمه تقرير، يعني قالت لي هي انه عرفت كيف يعني. بعدين هي يعني مش عارف، انا اكيد سمعت انه بدها تطبع كتاب وتنزل بيعه بالسوق. بشرفك انك روح ان شاء الله بيبيعوك بسوق السمك. عم تكذب علي ما هيك؟ اعترف قديش قابض مصاري لتكتب ضدي؟ اعترف. شو قابض يا عمي؟ قابض شو؟ اخذ منها 100 ليره. شو 100 ليره؟ اللي بعت صداقتنا كلها ب 100 ليره. اوكي 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 ما تزعل. هي 100 ليره، هي التقرير. شغلي كلها مش موفقه. اوكي هات 100 ليره. هات 100 ليره يلا قوام. شو بك؟ هات التقرير. اخذت ال 100. هات التقرير. ما اكلته التقرير. اكلته؟ ولا اكلت التقرير؟ الله يعزف عمرك. عم تاكل ورق بهالايام؟ شو ورق؟ الورق ما انا كتبت على عروسه لبني واكلته. بشرفك كتبت عروسه لبني؟ شفت انها غبي؟ لو كتبت عليه ساندويتش دجاج بشرفك ما كان اغلى وتغذيت اكثر؟ حياة الله معك حق. عجبك؟ شفت؟
خلص التقرير الثاني راح بكتب عليه دجاج ولحمه مشويه وفراكي كمان. يا الله على كل حال ليك لو ما كان بعتين وراي على الكركون وعايزيني ضروري ضروري ولا كنت قصفت عمرك وما بدك تروح واحد مجنون وحتوقع بايدي ولا انا المجنون انا المجنون ولا بيروح له ولا اللي بيروح عند الدكتور النفساني يا برهوم باي. خلوا روح يقول للناس اني عبروا عند دكتور نفساني ويقولوا عني مجنون. الله يجنن اللي كان السبب بجنوني. الله يجننه. كل الخطط عم تفشل. ما في خطة عملتها وإلا وفشلي. يعني لازم تنجح لشي خطة. لازم طبش هلا وجنن الخالة. شو الطريقة يا نادية؟ شو الطريقة يا نادية؟ شو الطريقة يا نادية؟ مين؟ أنا عام في رو. في رو جيت بوقتك منك. لا افتح لك الشباك. الجو امين. برافو برافو بيرو جايب لي اخبار حلوه. وين التقرير؟ اكلته. شو ما تروقت على بكره؟ بلا تروقت بس انا جاي استقيل من كل هالشغله. لك ليش يا بيرو؟ شو ليش؟ لانه قالوا لي هلا حبلي. شو بدك يعني اتجوز وحدي عندها عروله؟ لك منين حبلي؟ لك ما تصدق عم تكذب عليك. ما مش قالت لي اما قالت لي اما ايه ما اما اكذب منها. قال اما قال اقعد 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 في سر بدي اقول لك ايه بدك تنبسط كثير. يا رغم ايه بيرو اقعد اقول لك اقعد. شو بيرو؟ بدك هلا تجن من الفرح. امبارح حطيت لك دانتي على الحيط على حيط اوضتها مشان تشوف ابراهيم افندي لما تفوت لعندها واسمع. زوجها بسمع بسمع لك هلا عم تقول وينك يا بيرو؟ يا ترى بعدك بتحبني مثل ما انا بحبك يا بيرو؟ شرفي رايتني ادمك اذا عم كذب عليك. وحياتك يا بيرو هيك بكل هيك سارحه يا حرام. بعدين بيرو على فكره انت عيونك حلوين ولا لا؟ انا عيوني حلوين بعرف هذا المضبوط عيونك حلوين. وحيات بيرو بمجرد هلا ما تشوف عيونك بترجع تركع قدامك وتقول لك اطلب ايدي من جوزي يا بيرو. من جوزة ولا من بيا؟ لك لا يا بيرو هو من جوزة. ما هلا ابراهيم افندي هو جوزة وهو اللي بيقرر مصيره. ايه بس انا رايي يعني عرفتي انه انا قبل ما اطلب ايدها منه اخذ رايها. لك هلا شو تاخذ رايها؟ شو؟ قال ياخذ رايها ضروري ياخذ رايها ما دام عارف انها هي بتحبك وانت بتحبها. ليه؟ يعني هيك يعني بدون ما انه انا كان فكري يعني انه عرفتي كيف انه حطه بالصوره لإلها قبل التحرك الرسمي. لا ما في قبل التحرك الرسمي بلا بيرو. شوف اذا بدك تمشي مثل ما عم اقول لك عنها اللي بقول لك عنه انا وبتنفذ اللي بقول لك عليه بتنجح كان بها. بس اذا بتمشي على عقلك راح تطيرها من ايدك ويمكن تبرع فيها لجمعيات الخيريه. لا شو للجمعيات الخيريه؟ لا يا اختي ما انا عم بشتغل عندك راح نفذ لك كل افكارك عرفتي؟ شو بدك اعمل هلا هيك؟ هلا ما تعمل شيء. هلا حاليا ما تعمل شيء بس عشيه بالليل الساعه 1 الا ربع او 1 الا 10 بس بين ال 1 الا ربع وال 1 الا 10 بتفوت من الشباك الثاني ساميه. بتفوت على اوضتها مين راح تلاقي؟ ابراهيم افندي. هو راح يقول لك شو عم تعمل هون؟ قال له ناديا بعتتني. لك لا انا بدي نادي بعتتني روح لك من الخطه. لا يا حبيبي ما تتحرك هون. هو راح يسالك شو عم تعمل باوضتها؟ لا بيقول له انت شو عم تعمل؟ لك بس انت اسمع. ليك بيرو شو؟ يا انا بحكي يا انت بتحكي. انا بحكي. هو راح يقول لك شو بتعمل هون؟ انت شو بتقول له؟ بكل بساطه هيك ورولكس بدي اياك هيك تلخي حالك وتقول له انا جاي اطلب ايدها منك. بجوزها. له جاي. يوم هو بجوزني اياها على طول. شوف خلينا واقعيين ما على طول على طول. بقول لك اتركني فكر. حرام انا بعرف حيقول لك اتركني فكر. انت شو بتعمل لما بقول لك اتركني فكر؟ شو عم تعمل؟ هون انت بتصور بقى وبتبلش تسرق. شو اتركني فكر؟ لا مش عم بقول لك ليلتها بتقول له اتركني شو اتركني فكر. بوم انا شو بعمل؟ فوت هوني. انا بهذا الموقف هذا انا بفوت لجوا وبشوف المشهد عرفت كيف علي وبصور انا وبقول له انا نظرا للفضيحه جوزوا اياها وارتاح. بقوم هو ثاني يوم بجوزني اياها. بالمره بيرو بالمره انت شو؟ ثاني يوم ولك بليلتها بجوزك اياها وحياتك انت بليلتها. طيب لكن بتعرفي انا شو عم فكر هلا؟ شو قلي؟ اني اروح انا ادرس الطريق على الشباك حتى بالليل انا شو اسمه رح اشتغل على شباكها من هلا. لك يا روح تنزع لي كل الخطه لشو تروح تدرس لي هالشغلات هيدي كلياتها؟ لك يا عمي طيب لك انا جاي بالليل انت وقعت لي بشجوره يعني بلش صرخ شو بعمل؟ طب بس ما تخليها تشوفها. لا كيف تشوفني؟ هلا طيب يلا خلص يلا بدك اياها اوكي يلا بيرو تعال. لك يا عمي شو شو شو
وش بدك عم روح من الشباك من البيت عم مجيت ما تنسى طيب خلص وحدي الا رجع انا بصير صار مش عايز على طول بدك لا فكرته بلبس فستان الاخضر ولا فستان الاحمر عزمني على السهري اللي ناويين كيرو هيها قطك لك الشبك لهون في الفيلم من هون روج اخرب بيتك لك شو فل انا جاي شوفك اذا مرتاحه شو بك لك روح من هون احسن اضربك بالحصاي لك هلا هلا فرجيك عند الماما بدي اقول لابراهيم شو بدي اقول لابراهيم يا عم انا ماري ما بدي اعرف قد الساعه ضيعت ساعتي عرفت علي لك بعدك طيب خلص شو بك رح يضل يجي على هالبيت لحتى يخرب لي بيتك بكي شي يا بنتي؟ لا خالتي حاليا ليش شو في؟ انتو مين عم تتخانقوا صوتك طالع؟ ما في شي ما في شي بس كنت لاحقة برغج وعم بقتلها فكرت في شي لا سمح الله يقبر قلبي يمكن هيدا ابراهيم افندي دق البيت يخرب بيتك يا بيرو حلوة نادية تعرف بالقصة وتقول تستغلها لمصلحتها تفضل استاذ علي الله معك بنت بوزيل مرحبا ست عليا اهلا حضرة البشاويش الست نادية موجودة؟ بأوضتها ليلى تتفضل استاذ عدلي المحامي حابب يشوفها شوي تكرم عينه تفضل ارتاحوا شكرا استاذ عدلي نعم الخبر ما توصل ليا لست نادية طرد ضرب خوفين عليها الفرحة ايه طبعا الفرحة مثل الصدمة شوي شوي نعم ايه جوزك سرقك وحضرتك ما بتتشكى عليه. ايه. ما من شوي هو اجا وتشكى انه انت سرقتيه. نعم؟ ايه. اسكر الخط. ما شو قصتك طلع صوتك لبرا؟ شو بيت؟ شو في؟ تفضل سماح. شو؟ هيدا رجال ومرته. ما قالن جمعة مجوزين؟ من يومين نازلين سرق بعضهم. ولك حق بعض معهم يسرقوا بعضهم ليش برا برا بعد في واحد معه فرنج يسرقوه؟ على ذكر القصة. في اثنين حرامية تجوزوا. عم جابهم الشيل الصغير جوزوا عم جابوا حرام صغير لا طلع ما بيجيبوا الليل لا حط كفلو عن اذنك بدي ابعت الرجال يجيبوا رجال ومرته روح ركض روح بس رجع عايزك ميالو عادل الوحيد بيناتها المرتاح طبعا مرتاح لانه لا مجوز ولا عليه دين شو بدنا نعمل بلكي بدينا شي 200 ليره لاخر الشهر ها شو برهم؟ حبيبي مزبوط مثل ما سمعت؟ اني رحت عند الدكتور نفساني دكتور نفساني؟ ايه وحياتك وشو طلع معك؟ رحت لعنده اليوم وحياتك بس عم روح كثير صرت عند دكاتره نفسانيه ايه شو قال لك؟ طلع معي قال معي فوق الحال ووصف لي اني اخذ 100 ليره منك لاخر الشهر بس لا 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 بس تدفع الاولانيات نبقى ندايرك شو تدفع الاولانيات؟ ليش قديش بدك مني انت؟ بدي منك 100 ايه ومية وخمسين وخمسة وعشرين يعني 275 ادفعهم وحياتك انت لو كنت انا عارف انك انت عايزهم كنت تدفع لك اياهم لا لا عوزهم عوزهم دفع عايزهم؟ ايه خلص اوكي هات 175 منك لالا اوكي ليه؟ ليصيروا 500 ولك لا يا حبيبي لا ادفع لك كل حسابك هات 175 لالك انت تبرو 175 ايه تدفع طبعا حدفع لك اياهم كلهم وخلص خلص منك معاك هاي 100 وهاي 50 ايه وهي 25 صح عم بتفضل تفضل انت قديش بدك مني بالضبط؟ مش 275 صح؟ صح 275 صح في غيرهم شيء؟ 275 تفضل هي 150 150 قديه بدك بعد؟ بدي بعد 125 125 هي 25 مزبوط؟ مزبوط اعطيني ال 50 هي 50 50 وين ال 25 الأخيرة؟ هي 25 قديش بضل لك بدك مني؟ بضل بدي 25 لا بضل بدك 100 ولك شو بضل 100 اللي بايدك شو 100 خلص بدك شي بعد مني لا خلص شو كثير انت بقول للناس انه بدك مني مصاري عيب له حضرة بشاويش وين ولك ذكرتني كنت ناسي يا حون اطرق عنكم بالبيت بشاويش عنا بالبيت ايه لشو قصه ما بشوف الا رايح جاي على البيت رايح جاي على البيت شو بده عنا هونيك والله ما بعرف بس اللي فهمته انه حضرتك بعد كم يوم بدك تغنى ويصير اسمك المليونير ابراهيم افندي
هذا البشاويش يا اخو شليت انتبه له. هذا بيظهر ناوي يتدين منك مثل ما انا عم بتدين منك، بس ما بيدفع هيدا. فلا حتى يهمك هيك عم بيقول لك انه صهره جاي مصاري وحيصير مليونير، اوعى تصد ولا فرنك، انا مش مسؤول عنه. صفي خاطرك. يا عمي كيف هي مدين 275 هات 175 خد 100 هات 50 اعطيني 25 شو صار بدك مني 100 لك الله يقلب عقلك مثل ما قلبت عقلك. الله يسلمك يا بنتي. سلام وصوت. كيف الزواج معك بالاول؟ الزواج معي كيف؟ يعني مثل الوضع الامني على جميع المحاور. يعني في ضرب وقتل وخطف وخطف مضاد كمان. على حضرة البشاويش يلي ما بيحسم الموقف. الله يقوي له السيد بشاويش قد ومدام اسم الله عليها حاسمه معه الامر للنهايه. بس بيظهر المدام مش نقطه ببحرك. على كل حال خلينا بالشغل. استاذ عدلي جايب لك بشره حلوه. ما تقلي ما تقلي انه رح اقبض. لا ما رح يقلك رح تقبضي، رح يقلك قبضتي. عم تحكي جد؟ يعني الاملاك كلها والاراضي والاموال وكل الثروه صارت ملكك ست ناديه. بشاويش ابراهيم افندي وين؟ مشان شو ست ناديه؟ مشان يغط على قلبي مثله. الاموال وين؟ ست ناديه فوقي هلا مش وقت غطة القلب، في عنا شيء مهم أكثر من غطة القلب. يا دلي أنا، ليش هو في شيء أهم من الثروة اللي صارت ملكي؟ أنا صاحب. بعتقد هلا صار من حقك تتركي زوجك لزوجته وتاخذي أغراضك وتفلي عنك. عم تحكي عن جد؟ طبعا شو نسيت الاتفاق؟ لا هلا لازم يغط على قلبي عن جد. لا خليني يغط على قلبي. لا شو لا؟ يعني أنا خلصت مهمتي؟ يا لطيف اجت المصاري من البيب طارت السعاده من الشباك. نحن يا ست ناديه عملنا معك خدمه حتى تقبضي مصرياتك. طيب بالاذن روح ضب شنطتي وروح. اذنك معك. حضرت بشوي. اهلا 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 سيدنا. اهلا ابراهيم افندي. بالسلامه كيفك شغاله سيدنا؟ سيدنا ما في الا بيخبرونا انه حضرتك عم بتضلك هون بالبيت، بتضلك هون بالبيت، بتضلك هون بالبيت. سيدنا ليه ما بنعمل البيت فرعتيني للكراكون؟ فيك تقعدوا بلا جعدنا؟ امرك سيدنا. مين؟ استاذ عدلي في بيتنا شخصيا؟ الحمد لله على السلامة يا استاذ عدلي. الله يسلمك. اهلا وسهلا فيك. اهلا اهلا. اكيد ما دام اثنينكم مع بعض اكيد في شيء خبر مفرح. صح. الست ناديه ربحت القضية وصارت صاحبة ورثة ما بتنعد وما بتنحصى. صاحبة ورثة؟ يعني صار فيها تصرف على البيت؟ تصرف على البيت بس، صار فيها تشتري 100 بيت وبيت وتفتح 100 مصنع ومصنع. لهالدرجة؟ طيب يعني نحن غنينا عمي غنينا؟ طبعا، وهيدا كله بفضل افكاري انا يلي جبرتك تتزوجها وعلى شهر. فعلا، فعلا هلا بنقدر موقفك سيدنا. ولينا طيب نحن يعني مثل انا مثلا بهيك مهمة، شو طلع لي؟ شو حيطلع لي؟ 2% حسب الوصية، لأنك من عيلتها وتجوزتها. 2% يعني قد ايه بيطلعوا 2%؟ حسب التقديرات الأولية مش أقل من 200,000 ليرة. 200,000 ليرة؟ سيدنا ما أنا صار معي 200,000 ليرة. خالتي خالتي هلا غنينا هلا خالتي. أستاذ 2% بس ب هيك امر المرحوم ونحن نفذنا الوصيه. غنينا وصار معنا ليرات ورح نوفي كل الدينات ونشتري فواكه ولحمه ونسهر احلى سهريات. غنينا. من وين غنينا؟ من يا نصيب؟ ولك اي يا نصيب؟ ناديه قبضت ورثتها واخذت كل الورثه وصارت من حقها وانا طلع لي 2%. 2% من كل الورثه؟ ولك طبعا اجاري انا كشهر زواج، ما تجوزت على شهر. عرفتي كيف؟ فطلع لي اجاري كشهر زواج 2%. بتعرفي الشغل البراني منيح، شفت قد ايه بيطلع مصاري؟ خليني اشتغل براني دائما هيك. طب وهي شو طلع لها هي؟ ولك شو طلع لها؟ طلع لها ورثة كبيرة. يعني إذا أنا طلع لي 2% يعني طلع لي 200,000. هي قديش بدك؟ إذا أنا 200 بكون طلع لها شي 20 مليون. 20 مليون إلها و200,000 لإلك؟ أنا مطرحك برفض.
لك لو منك كل مصرياتك كانوا بيروحوا على الجمعيات الخيرية. لا قولوا حرام، طب هذا حقه ورثتها شو منقشطها اياها؟ لك انت مجنون، ما تقبل غير نص بنص. وبركي رضيت. لك كيف بترفض؟ ساعتها انت رفضت طلقها وغير ما تدفع لك. يعني إذا عندنا بتوافق أو ليه؟ ولك على القليلة 10 ملايين. لا والله 5 ملايين. منيح 5 ملايين؟ شو لكين؟ والله حق معك منيح، فتحتي لي راسي. بتعرفي؟ إذا ما حتدفع لنا 5 ملايين أنا ما رح طلقها. لك 5 ملايين منيح؟ خليهم 6 مشان خالتي نعطيها مليون. ايش طمي يعني؟ هذا البشاويش في غلط بالحساب. شو يعني أنا 2% يعني 200 ألف وهي 20 مليون؟ هذا حقها مش حقك. لا مش حقها سيدنا، أنا ابن عمه، أنا بيطلع لي حقها أنا. إذا ما بتدفعني نص الورثة أنا ما رح طلقها، أنا خليها زوجي محالي على التقاعد. هذا حضرتك يا ست هلا يلي غيرتي له أفكاره. ليش أنا عم غيره؟ هو بيعرف مصلحته. مصلحته ياخد يلي بيطلع له ويشكر ربه. هلا إذا هو بيقبل شو خصني أنا؟ هو الرجال ولا أنا؟ أنا لا، أنا الرجال، أنا الرجال. سيدنا هيدا حقنا، أرجوك ما تاخذنا حقنا. بعد أنا هلكت كثير بشهر الزواج اللي جوزتني. اسمع شو؟ هيك عمك كتب وصيته والمحامي نفذ الوصية. سيدنا إذا كان عمي طميع عرف كيف، وكل عمره منه حقاني، معقول تكون أنت بتأيده هيك؟ طب معقولي أنا يعني 2% وهي 20 مليون؟ بعدين أنا هلكت، حياتك أنت ما فيك ما بتعرف، هلكت أنا بشهر الزواج، وكرمالها أنا من تحت راسي عم بروح كل يوم عند دكتور نفساني. خلاص، واسمع بدي أقول لك إيه، بتاخذ المبلغ وبتسكت، وبتترك نادية تاخذ كل مصرياتها، وبتتركهم تعيشوا أنت ومرتك ونحن نرتاح. لا سيدنا برفض أنا. برفض، لانه انت اذا بتريد جوزني على ذوقك فاتركني انا حصل مصرياتي على ذوقي، انا وراي ايتام. ومين الايتام؟ مين الايتام؟ خالتي. شو قليلي خالتي من اليتيمه؟ لحظه لحظه، لوين رايحه؟ لوين رايحه؟ على بيتي. لا لا لا، خليك هون. انا مستعده كمان استاذ ابراهيم طلقك ساعه اللي بدك حتى ما يزعل عمك. لا اذا بتريدي انا ما رح طلقك الا ما تدفعي لي نص الورثه. شكرا يا رب، انا محلك ما بقبل طلق. ليش مين قالك انا حبقبل طلق؟ وحياتك ما حطلق الا ب10 مليون. عند عند وخليك مصر، وانا رح عند كمان. ولك انا مش معند اصلا ومخليك مصر، انا اساسا مصر يا 10 مليون يا الا ما رح طلق، خليك هون. شكرا. طيب بالاذن انا رح ارجع ارجع شنطي على الاوضه. لا يا ست ناديه، حضرت البشاويش انا ما بدي مشاكل، يعني شايفه ما في طلاق. وانا رايي انه مده فتره الزواج لتنحل القصه. شو؟ ايه مشاكلك بتمعان بمصرياتي طلاق ما بدي طلي. لا ما اطلي. لا بدك تطلقها لو حتى ببلاش. سيدة ما تزعل مني. انت غلطان اذا فكرت انه حطلقها، انا ما راح طلقها لما اخذ كل حقوقي. شكرا يا رب، شكرا يا رب قد ما فيك عني، وانا قرش مثل الوصيه اعطيك على الليبرا. انا مش من كرمالك عني، انا بطبيعتي عنيد، انا خلقان عنيد. اه يا عنيد، اه يا عنيد، وانا عنيدك كرمال عنيدك وحياتك. انا حبحجز لك الشنطه بالاوضه جوا. ها الله معك، روح. بالإذن أنا كنت ظهر، يعني أنتوا شايفين يعني هو كيف كمش فيه ومصر إني ضل معه، وبدي يعني باي باي. بالإذن بالإذن ماتموزيل. انبسطتي يا ست هلا؟ هي بدك كلمة من هنا وحتى تلاقيها حجي وتبقى. ايه وتبقى، نحن أقل من 10 ملايين ليرة ما بنخليها تطلع من البيت. يا هلا يا بابا، يلي عم تتصرفي غلط غلط غلط. لا مش غلط، عم بعمل مصلحة جوزي. من مصلحتك ومصلحة جوزك انك تخلي يصر ويبقى قدرتك ببيتك؟ لكن انت بتأجر ببلاش. يا هلا، بكرة ابراهيم بيطمع بالمصاري، والست نادية عندها استعداد تترك له كل الثروة بس تضل مرته وتصير شرعية. ابراهيم بحبني وكل مصريات العالم ما بيغيروه. يا بنت شو هيك بابا؟ هسه قلبي رح يوقف، اعطيني كباية مي. عمو نجيب، بحب طمنك انه انا والست نادية اتفقنا. وعلى شو اتفقتوا؟ اتفقنا انه نمدد فترة الزواج 3 شهور مشان المفاوضات. والست نادية وافقت؟ هو انا طلبت 6 شهور بس هو ألح انه بده 3 شهور. منمدد منمدد ان شاء الله. وهلا وين مصيره بالاتفاق؟ نعم، هلا وين مصيره بالاتفاق؟ يعني حسب التقسيم، حسب تقسيم الورثه بيتحدد مصيره. شوفي نجيب بيك. حضر البشويش. لا لا، نجيب بيك. حضر البشويش. نجيب بيك. نجيب بيك. جيبي له مي، جيبي له مي. بيعملها يعني؟ جيبي له مي. ابراهيم قولك يعني ايه؟ فرض. شكرا يا رب، ورثتين بيوم وحده، ورثتين ورثه من بين هادية ورثه من بين هلا. طمني يا حكيم. ما تخبي عليكي مدام،
البشاويش قلبه تعبان ولازم له عينيه. شو احنا؟ يعني لازم تخلوه بالمستشفى حتى نقدر نراقب كل تغير بيصير بنبضات القلب. اللي حكيم لازم عملية؟ العملية وردي، لكن هلا خلوه يرتاح شوي لنشوف التطورات. حاضر. بابا تركي للبابا هلا سمعت الحكيم شو قال؟ ما تخليه يسمع صوتي بتعذب. تعي لهون. خليني. تعي لهون تركي. خليني حد. تركي ما تخليه. طمني كيف صار؟ لك ما حدا جايب اخرته غيرك. لك ليش؟ وانا قلت له اجرني زوج مفروش. هلا بقى طق حناك البشاويش تعبان. طيب قولي لي شو قال لك الدكتور؟ شو قال لي؟ قال الازمه اجت واظهر صدمه. وانا واثقه الصدمه اجت منك. حميدي مش بيقولوا الصدمه تلغي صدمه؟ ايه ليه؟ خليني اصدمه بهالخبر، بلكي على صدمه الخبر بيتنشط بقوم مثل حصان. خبر مفرح يعني؟ ايه خبر بيريحه. طيب خليني اسال الحكيم بالاول. لك ليش الحكيم كله كلمة؟ خليني اسأله اياها بركي على الخبر تنشط وقام هلا. طيب بس انت بعدي ما خليه يشوفك. حاضر. عم نجيب عم نجيب عم نجيب عم نجيب الحمد لله على السلامة. كيف حاسس هلا؟ انت شو جابك لهون؟ عم نجيب عم نجيب الحمد لله على السلامة. كيف حاسس هلا؟ انت شو جابك لهون؟ جاي خبرك خبر مفرح. اطلع برا. كيف صحتك هلا؟ صرت منيح؟ اطلع برا. عم نجيب بدي خبرك خبر حلو، انه ناديه وافقت تعطيني 10 مليون. على اي اساس؟ على اساس اتجوزها رسميا. انت رفضت. لا ليه بدي ارفض؟ حتيجي غيري ياخذها وياخذ مصرياتها؟ حرام البنت تعودت علينا. لك الله يخرب بيته. إلا عرفنا هيك. عم نجيب ما قلت لي شو رأيك؟ إيه ما قلت لي رأيك عم نجيب؟ عم نجيب؟ شو خبرته؟ خبرته انبسط كثير بالخبرية. شو كان رأيه؟ ما حكي سكت. يخلي مش بيقولوا السكوت علامة الموافقة؟ إيه سكت. نجيب نجيب رد علي. نجيب جديد بيطلع منيح ولا بدنا نترحم على المرحوم نجيب؟ شوف اذا بده يطلع منيح عرف كيف يكون رجل عدل، يعني اول شيء بيعمله بيطيرك لك. قبل ما يطيرني لازم ينقلك. ليش بده ينقلني حبيبي؟ انا انسان مخلص وبسمع الكلمه وبسمع الامر وبنفذه. انت بتنفذ الاوامر؟ ايه مش عم مرق اتجوز نادي انا نفذت الامر وتجوزتها؟ يا عيني على الامر اللي نفذته. لا عاد شو بك انت؟ شو مبتكر انت الزواج هيك يعني مهمه سهله؟ لا 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 اشغال شقه الزواج. طبعا اكثر من اشغال شقه. الله يرحمك يا عمو نجيب، هو راح وارتاح وترك لي الهم والغم لي انا. الك؟ ايه شو ترك لك؟ ترك لي زوجتين معلقين برقبتي، وترك لي مرته الست عزيزه. حماتك؟ ايه حماتي. ايه حماتك انسانه طيبه والها تم ياكل ما الها تم يحكي. لو عادل ما دام انت معجب فيها هالقد ليه ما بتجوزها؟ انا ما بتجوز. ما من لو تجوزها؟ لا عزيزي بتعجبك عرفت كيف؟ وإذا تجوزتها بتخليك تصير رجل مشهور بالعالم. كيف؟ ما أنت بس تجوزها هي حتطفشك من البيت. بتصير أنت تفكر شو بدك تعمل؟ فبيطلعوا معك اختراعات بيهزوا العالم، بتصير رجل العالم الأول. شو قلت؟ لا 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 مستريح. أول شي بحب لكم إياه النظام والانضباط، إطاعة الأوامر والسهر على خدمة الناس، لأنه مهمتنا بتفرض علينا أن نكون بخدمة الناس وحل مشاكلهم وإنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم. وهلا اسمحوا لي اعرفكم بحالي. انا الباشاويش هاشم اللي عينتني المفوضيه خلف للمرحوم الباشاويش نجيب اللي قام بعمله على خير ايام. وان شاء الله الله يساعدني اني اكون خير خلف لخير سلف. شكرا. سيدنا
تسمح لي لك كلمة من وحي هالمناسبة السعيدة يعني. تفضل بس ما تطول لأنه عندي اجتماعات تانية. لا سيدنا كيف تطول ولا بعرف إنه خير الكلام ما قل ودل. تفضل سيدنا. سيدي على بابي واقف أمرين، واحد بالسماء والثاني لا ما تهز دخيلك سيدي بدي غنيه ما بعرف ايش شيء بعرف. لا لا مش هيك خلينا نفصل معنا غلط. أنا كنت طبعه هم سيدنا وطئت أهلا وحللت سهلا، أنت للكرم عنوان، أنت للشهامة صنوان، أنت للوعي درع عنيد، وأنت للبسالة عنفوان. قولوا معي قولوا معي يعيش 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 الله يخلي البش ويش الله يخلي البش ويش يعيش 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 الله يخلي البش ويش الله يخلي البش ويش بدنا ناكل جوعانين بدنا ناكل جوعانين بدنا نشرب عطشانين بدنا نشرب عطشانين خبرنا كيف بدنا نعيش يا حضرت البش ويش خبرنا كيف بدنا نعيش يا حضرت البش ويش بس 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 هيدي كلمة ترحيب ولا مظاهرة ضد الغلط؟ هي كلمة ترحيب من المناسبة السعيدة، بس لقيناها فرصة حبينا نمرق لك بينا يعني كم إعلان عن وضعنا الحالي. أنا فهمت كل مطالبكم وتفضلوا على شغلكم. حادث ولما بعوز حدا منكم أنا ببعت وراه. حادث تفضل. داروا داروا ما حدا يتعب ولا حدا تبشويش يلا روحوا خلص بس بدو ياكم بعيدكم. إذا كان حضرتك جاي على بالك يعني قهوة شاي مهلبية في رز بحليب كيف جريد هذا السبب هاي رحلتنا معهم صعبة وطويلة. هولك شفتي ولك يا عيب الشوم على هيك أنا اللي كان منعني عنك بس المرحوم بس لايك هلا صرت حرة لفك رقبتك وفرجيكي قيمتي يا عيب الشوم لك الله يرحمه لك الله يرحمه هلا ارتاح المرحوم هلا ارتاح كان معذب ست علي بليز تركيني شوي بدي اشوف على مين عم تقض مراجي يا عمي طولوا بالكم ما انتم تتخيلوا وانا عم باكل القتله يا ست علي تركيا اتركيها لشوف شو بده يطلع منها هيدي يا ماما طولي بالك منكون بشي منصير بشي هلا بيجي ابراهيم هو بيحكي معه دخليك انت ما منعك ابراهيم تجي على البيت بغير هون وليه ما فشرتي بس يصير بيتك تبقى من عينك حلو كتير 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 بس يصير شو بيتي طيب خلصت علي انا رقت هلا ايش بدي حبيبتي هذا بيتي لمعلوماتك تفضل اطلعي لبرا بحيات الله من اين تصوبتي باسمك اشتريتيه نو لا استرهنت وسالت ست عليا الله لا يوفقك يا ست عليا رهنت البيت عندها ولك الله يقصف عمري مثل ما طبقت له رهنت هالبيت ما بعرف ما بتعرفي لا لك ما قلتي لي اخ لو معي بس كم قرش لحتى تكت البيت واستاجرت اوضه على قد ايه انت تحطي علي وطبقتيني وكل اللي عطيتيني اياه طلعوا ما بيشتروا لي ادويه مطبخ تنشروا لي اوضه انا عم بحكي لك انا عم بحكي لك عيب الشوم على هيك ولك عيب الشوم بتحكي على هيك شو بكم شو بكم دكتور وقع مشكل وغدا مشكل وعشا مشكل ما تسمعوا الا بالمشاكل انتوا ولا ما انت سبب كل هالمشاكل انا لك انا كرمالكم عبروا على دكتور نفساني انا صرت مريض نفسيا ان شاء الله يقصف عمري بعت لي حمى عدوك ان شاء الله ولا انت شو قال لك الدكتور النسائي قال لك مش النسائي النفساني النفساني طيب ما مثل بعض نسائي هلا قل لي شو قال لك قال لي انت وقع بين شقوفين والشقوفين هن زوجتين والزوجتين حيطيروا لك عقلك لانه وحده بتجنن ووحده بتجنن حكمك ولا بصر لك ما بعرف بس انا مش طبيعي صرت طبعا منين بدك تكون طبيعي طول ما هيدي وراك بدها تجننك هلا كل واحد يحتفظ برايه ابراهيم ماشي معي عزتك كلمه عجله اوكي اشرح لي اكثر يا ست ناديه نحن عاملين الاجتماع لحتى نتفهم تركي لي ابراهيم يا حبيبتي طولوا بالكم انت وياها اذا امرتهم سحبوا اثنينكم على اوضكم وانا بعرف اتفهم معهم لا يا حبيبتي لا برك عملتي له غسيل دماغ شو تعمل غسيل دماغ ليش في مي بالبلد سيارتي ما وصلت لك انا بايد راي الست ام هلا تركوه لوحده يتفهموا وخلي على كل شو بخلص بقى رح جننوني انا شرط تنسحب هلا بالاول بعدين انا بنسحب شو 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 لا حبيبتي انت بتنسحبي بالاول وبعدين انا بنسحب انا رايي بتنسحبوا اثنينكم وبتطلعوا برات البيت ساعتها انتوا بترتاحوا وانا برتاح ولو يا ابراهيم عم تحكي هيك لحبيبتك اخ لك يا عن منيح معك بس يي ما رح نخلص اليوم ست عليا بترجاكي تسحبيهم اثنينهم على اوضهم وانت انسحاب على المطبخ طامر حضرة البشاويش الى الاواد سر
بقالي العزة المملة. شو اللي شو عم تغني لنا يا قعد؟ لك يا ابراهيم انا هيدي انصاف الحلول ما بحبها. نعم اللي الصراحه انت وعدت لهيدي اللي اسمها نبرنا، انت صرت رجال البيت، بدك تتغدى يا حبيبي عن اذنك تشوف حالك. اوين اوين الله يقصف عمرك، بس سمعتي بالمصاري بعد كل المبادئ. ولك اخ لو ما مات البشاويش لك انت بعتيه 100 ليره وفوقهم بخشيش. طيب اعتبريها صانعه ببلاش. شو بك؟ طب انت وين اليوم؟ مش اليوم، كل يوم بدك تنتفع على كل يوم. وين رح تنام يعني؟ ايه يعني اليوم هون ويوم هونيك. لا حبيبي لا، ليلتين هون وليله هونيك. ما تكوني طميعه، ما تكوني طميعه. في عندي طريقه. شو؟ اوكي. شو؟ بنلعب بالليره. ايه نلعب طره نقشه. اذا ايش الطره بروح بنام عند الضره، واذا ايش نقشه بضلني. طب لحظه لحظه، اوكي انا موافقه معك. اوكي. طب بالنسبه لشم الهواء كيف بدك توزعنا انا وياها؟ يعني يوم انت يوم هي. والسهرات والحفلات؟ سهره انت حفله هي. والولاد؟ ولد انت ولد هي. ايه بس عشر، انا بجيب الصبيان وهي بتجيب البنات. خلي الصبيان علينا. هاي طيب اوكي اوكي الصبيان عليك. ايه. موين. طيب اوكي يلا هلا زدت الليره. أوكي. بس لحظه شو بنقي انا؟ لك ما في شو بنقي، في طره وفي نقشه، في اكثر منها. طب انا احسن يعني؟ ترجمت لي ما في اي احسن، يعني في طره وفي نقشه، انت وش نصيب؟ انا وحظي على خيرة الله نقشه. نقشه يلا. نقي طرح يلا خلني عنك. سيبتي عن نقشي؟ لا خيرة الله نقشي. يلا سيبتي عن نقشي؟ اتكلي. عفوا عفوا ما ضبطي ربي كنت ايش نقشي ها؟ لا شو؟ طب شو شريدك؟ لحظة طيب شوي شوي في سسبنس. شو هاي؟ شو؟ طرة يعني انا؟ لا يعني اليوم عند الطرة. عن اذنك تفضل حبيبي. طيب انا بفرجيك يا ابراهيم اذا ما بكره بشتري بنص ثروتي كل الليرات وبقول لهم يعملوا لي اياها على الوشين نقشه على ما تكون اسمه نادية. هلا يا هلا يا هلا. شو جاي تعمل هون؟ شو شي جاي اعمل؟ ما حسن اتفقنا طره نقشه. طلعت طره. طره ايه؟ ضهر لبرا. شو ضهر لبرا؟ شو بك شو ما اتفقنا؟ انت اتفقت انت والماما بس انا بدي افكر. بعد ما فكرتي؟ وني امي؟ وني؟ طرق. ليه عطيني؟ ليه هي؟ ولك وليه علي وعلى حظي؟ شو بك ليه عم بتصرخ؟ عم بصرخ؟ شو ما طبقتيها؟ طبقتها ووافقت. وافقت؟ ولشو دشرتني لكان؟ شحطتك حبيبي لأنه بدها تقبض بالأول. آه لا تقبض؟ ولك الله يرحمك يا حضرة البشاويش، إذا جوزك بيعني لوحدة فأنت حتبيعيني لاثنين وترجعيني لعصر الدين. خالتي فرشيلي بالصالون. مش عارف حتى تايه ما عارف ممنوع.